فهو كان يعمل حقيقه مش للعلاقات بين سوريا وتركيا، كان يعمل براتسوال من اجل الاهل السوريين اوتوريتسكي مال الاخوان المسلمين مسلمسكي وبراترسكا، وهو الحزب الذي ينتمي اليه. اوتوريتا استرانا كتري باتشي، وبغض النظر عما يقال عن انه يمثل الاسلام المعتدل، لكن هذه اكبر كذبه في التاريخ. لذلك نرى ان جبهه المواجهات على الحدود التركيه السوريه هي الجبهه الحقيقيه التي يتسلل منها كل الارهابيين الى سوريا. A přes ty fronty právě propašilo všechny teroristy do Sýrie. ولم يترك اردوغان ارهابي في العالم الا وسمح له بان يعبر الى سوريا عبر تركيا. اردوغان pomalu nenechal jednoho terorista v Sýrii, kterému by nepovolil, aby vstoupil na území Sýrie přes Turecko. منذ البدايه تركيا انشات المجالس العسكريه للعصابات والمجموعات وهي التي شكلت ما يسمى بمجلس اسطنبول. أنا زكلادالا تكزباني سيرسكو نارودني رادو مرجكام اسطنبول. وهنالك غرف عمليات هم أعلنوا عنها. أنا ماي أوبراتشني ميسنوستي موجود فيها أتراك. فتري أوني تود بهلاسلي. وأمريكيين. تركسي أمريكاني. وفرنسيين وبريطانيين. بريطوفي. وإسرائيليين. مع إسرائيلتي. زائد المجموعات المسلحة السورية. بلوستي أزبرويني سكوبيني في سيري. هي التي تخطط لكل ما يجري في سيري. أوني بلانو يوم طه في شهر سوسيلي برابي في سيري. هذه التفجيرات وهذا القتل الذي نراه كل من تخطيط تركيا والدول المرتبطة بها. تورتسكو أستراتيك تري يبطلون. لكن السؤال، لماذا تتحالف دول ديمقراطية في أوروبا الغربية مثل فرنسا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة مع مجموعات مسلحة؟ uzavírají koalice i za podporu Spojených států, uzavírají koalice s teroristickými skupinami. هذا يتعلق طبعا بالوضع الاستراتيجي العام في المنطقة. Tohle je, myslím, že je spojený s celkovou strategickou situací v oblasti. الاستراتيجية الأمريكية الآن تتوجه نحو آسيا. Americká strategie zatím směřuje na Asii. ومواجهة الصين. A na konfrontaci s Čínou. وهم لا يريدون خلق منطقة فيها فراغ في الشرق الأوسط. أوني نختلي بتوجد أبلاس تري مي الفاكم تري نبيس كم بيخدي. لذلك تدخلت مباشرة فرنسا وبريطانيا لملء هذا الفراغ. بروتو فرانسوزي بريتوفي بشيشتي وكامجيتي أبينا نكرنوالي توه فاكم تري في أبلاس. فهي عودة إلى عصر الاستعمار. تزدنا توي في قصتي نافراد دو دوبي كولونياليزم. طبعا نحن نحترم إرادات الشعوب العربية في تونس وفي ليبيا وفي مصر واليمن، لكن أنتم ترون أن هذا الربيع العربي لم ينتج زهرة واحدة بعد، وما زالت الصراعات داخل هذه البلدان مستمرة بشكل يومي. أنا شاهدت المرحلة الانتقالية في الجمهورية التشيكية. لم يكن هذا الصراع قائم حول مواضيع الديمقراطية والحكم وكل هذه المسائل، كان هنالك شبه إجماع جماهيري ما بين كل هذه الدول على المرحلة السابقة. ديمقراطية أستراتوريتسكا براوة تكدالي بيل سبوليتشنسكي كونزيوس أو نستولين نوفيهو سيستيمو بسبوليتشنسكي. في تونس كان هنالك نظام علماني استبدلوه بنظام اسلامي. تونس وتشبا بيل سيكولارني سيستم كتريهو نهرادلي برافي اسلامستيكي سيستم او رجيم. والوضع الان قلق ومفتوح على كل التطور. سيتواتسي تامي وترجع نفشيخني فاريونتي. وخاصة بعد مقتل شكري بالعيد. ازبلاشت بو زافراجديني شكري بالعيد. السيكولاريتا اوزنافانيها. لا توجد حكومة لعدة اسابيع الان.
zatím padla vláda, nemají vládu. في مصر نفس الشيء. Egypte je podobný. إخوان مسلمين أيضا. Tam také jsou muslimská. فعلا هل هؤلاء هم حلفاء الديمقراطيين الأوروبيين؟ A chci se ptát, jestli opravdu to jsou skutečnými koaličními partnery pro evropskou demokracii. وهل هؤلاء هم البديل للحكومات العلمانية التي قامت قائمة؟ Jestli oni jsou tu alternativu pro sekulární vlády, které by على الرغم من كل ملاحظاتنا على النظام الذي كان قائم في ليبيا، أشكرت ميمان الجادة بشكومينك كرجيم كتير بير في ليبيا، لكن كان هنالك دولة، كان هنالك مؤسسات، يكون بستات بمالناك إنستيتوتسي. الآن لا توجد لا دولة ولا مؤسسة. تشكرنا أني ستات أني إنستيتوتسي. وتدخل الناتو على حساب مقتل ما لا يقل عن 200 ألف ليبي خلال أيام القصف. ناتو زصهرو. ناتو. لهذه الدولة. والآن لا توجد ليبيا. تشرب بومار ليبيا لا يوجد. يعني نبحث عنها في كل مكان ولا نجدها. هل دام توفشوا لأننا خزينة؟ عصابات مسلحة وقاعدة موجودة في كل المنطقة. أسبرين سكوبيني القاعدة فشودة بوتيري ليبيا. وهؤلاء المجرمين في ليبيا هم الذين يدعمون العصابات الإرهابية وعصابات القاعدة في سوريا. وهم الذين يعملون على تحويل القارة الأفريقية إلى قارة متطرفة تقودها القاعدة. لذلك ما معنى أن تقوم فرنسا بمحاربة القاعدة في مالي وتدعمها في سوريا؟ podporuje Sýrii. وددت أن أعطيكم هذه الفكرة من خلال أفكار حول الموقف التشيكي المتوازن إلى حد كبير. Proto abych říkal, jak je české stanovisko je rovnovážené. طبعا نحن نفهم هذا الموقف أيضا. My také chápeme realitu toho. العلاقات في المنطقة وعلاقات التشيك مع إسرائيل. Co se týká vztahy v oblasti, vztahy České republiky k Izraeli. Wajl al-shab al-chiki lil-amal dhd al-qa'ida wa hadha ma qamat bihi ajhizat i'lan jayyida. Vědomí české veřejnosti a jejich postoj proti al-Qa'ida a já si myslím, že je hodně mediálních subjektů o tom mluví. وهنالك عامل هام آخر وهو عضوية الجمهورية التشيكية في الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أننا نكون عميان وطرشان إذا اعتقدنا بأنه توجد حياة ديمقراطية في الاتحاد الأوروبي. لأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا هي التي تضع الخط. ومن خلفها أمريكا والباقي يسير. فرنسا بريطانيا نيمتسكو فيتيتشي لينيا واستثني موسي يجيت ستينو لينيا زابطر سبرينيو ستاتي أمريكا. ونحن نسمع ونعرف أن الكثير من الدول الأوروبية التي لا تتفق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا يتم تهديدها في بعض الشخصيات. فرنسا نيمتسكو بريطانيا يسو بيستاذني لكن هذا الموضوع أتركه لكم لأنكم تعرفون أكثر مني بهذه الحقائق. زيارتنا للاتحاد الروسي والذي يلعب دور الاتحاد الروسي الذي يلعب دور متزايد منذ الأحداث التي أنهت الاتحاد السوفيتي. يلعب الآن دور قيادي في تطورات الوضع الدولي. روسكا فيدراتسيا زاتشالا هيدوتسي اولوغو في اودارستيخ نا ميزيرنارودني سيني. وهي تقوم بهذا الدور كقوة ديمقراطية حقيقية في أوروبا وليست من مخلفات الاتحاد السوفيتي. برافي هراي تو رولي ياكو سكوتيتشني ديموكراتيتسكي ستات نوفي ستات. أنا يكو ديديتسيم سوفيتسكي وسوازو. لكن قوة لها مصالحها أيضا. على يطيس سيلا ستارتري ما تركي وشين سوي زايمي. ومبادئها التي تعمل بموجبها سوي بريسي. السياستين الداخلية والدولية. كتير بدي يخ بوليتيكو بذنيتشكي نامزينا وبسيسينا. لذلك نحن نقدر عاليا هذا الدور الروسي. واعتقد انه يعطي مزيد من الامان
والاطمئنان باستراتيجية لكل الدول النامية التي تسعى للحفاظ على استقلالها وسيادتها. المهم أننا خلال هذه الزيارة الهامة شعرنا بأن الموقف الروسي مستمر تجاه سوريا ولا تغيير فيه على الإطلاق. Ruske stanovisko se vůbec nezměnilo v tom, jak se zachází s Ruskou. Ano, dajme na tahadat, ano, afdal má fil mokov Rusi, ho odtiádu, ano, masale, o kurbi jim jen mabade. Že je dal od zájmu a blíž k principu. Al-Ittihad Rusi l'an yudáfa an mithaq al-Umam Muttahid. Ruska federace tečkem hají charty القانون الدولي زاكونا عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى نرمشوات دو فميتنيخ زاليشتوستي نيخ ستاتو مكافحة الإرهاب بويس تيروريزم وهذا هو نفس الموقف الصيني أيضا تضلي بضبني تاكيتشينسكي ستانوفيسكي ونحن مرتاحون لموقف هاتين الدولتين زائد دول البريكس التي تتخذ إلى حد ما نفس الموقف stanoviska ostatních států BRICSu, které se mají podobný názor. المجموعات الإرهابية التي يعني نعاني من وجودها في سوريا. تروريستيكي سكوبيني تري ترپيني زيخ اكزيستنسي. قامت اقتراب جرائم في كل أنحاء سوريا. سباخاري جادا ديريكتو تري في سوريا. استهدفت البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية. V podstatě otočili nebo zničili žádné infrastrukturální budovy zařízení v Sýrii. A تلعب على وتر الحساسيات الطائفيه في سوريا. Hraje na strunu citlivosti mezi různými skupinami náboženskými. لكنها ستفشل في ذلك. Ale určitě se jí to nepodaří. Hum yastahdifun afrad wa majmu'at suriya mu'ayyana. Oni vybírají jako otočí na konkrétní osoby a skupiny v Sýrii. Yattahimunaha bi annaha aqalliyat fi Sýrii. Obvinují, že jsou jako členy menšinové skupiny. Lakinnani a'taqid anna tarikh Sýrii kana yaqul bi annahu la wujud li aqalliyat fi Sýrii. Ale historie Sýrie říká, že neexistují minority v Sýrii. Wa 'andama su'il mufti Sýrii kam هو عدد المسيحيين في سوريا. أجلست سبتالي مفتي سوريا ومانتو جيكتا كوريك يبوتشت كريستيان في سوريا. قال أنه 23 مليون. تاكيم جيكاجي 23 مليون. وعندما سئل ما هو عدد المسلمين. أجلست سبتالي يبوتشت إسلامو تاكي. قال أيضا أنه 23 مليون. 23 مليون. نحن كلنا جسد واحد في سوريا. نسمى يبنو تيرو في سوريا. ولا ننظر إلى نسيجنا الاجتماعي على أنه مزيج من الأقليات والأغلبيات. ميكس برافي مينوريتا مايوريتا. وبحكم التاريخ والرسالات السماوية المسيحيون موجودون في سوريا قبل المسلمين. لذلك لهم أحقية في هذا البلد أكثر من المسلمين. على كل لا يمكن أن نتصور سوريا بدون هذا النسيج الاجتماعي الذي يحاول المتطرفون اللعب عليه. ولا يمكن أن تكون سوريا إلا بمسيحيها وبمسلمين. وإلا فأن سوريا سوف لن تكون. فيحاولون طبعا التركيز على هذه الجوانب معتقدين بأنهم سينجحوا لكنهم سوف لن ينجحوا. أني سأستريلي نعتد لبرافي أبلاستي مثل سيجي تيم سيم بودارجيو زميتشي تيم. نحن لدينا كل الرسالات السماوية في هذا الجزء من العالم. بشكري نبسكي بوسيلستي سينخازي لبرافي أفتد لأبلاستي. اليهودية انتشرت من هذه المنطقة من سوريا. جيدوستي سيروسيرجيو برافي بوتسانز سيريا. والمسيحية انتشرت من هذه المنطقة. كريستيانسي سيروسيرجيو تك ويمكن أن تذهبوا إلى شوارع دمشق لتسيروا في نفس الشوارع التي سار عليها الحواريون والذين أوجدوا المسيحية. ستينو أوليتي بريس كتري كروتشيلي برافي بوتشيلنيكي كريستيان. وهنالك كل مكونات الديانة المسيحية موجودة في سوريا. مشكلة
части сирского крестьянства тази се нахази в Сирии. النبي محمد زار دمشق ايضا. Пророк Мухаммед навстигал Дамашк. وكل مكونات الديانة الإسلامية موجودة في سوريا. أشكر شاستي إسلام وتكي سوبشتم. وبحكم التاريخ أيضا وموقع سوريا الجغرافي ستجدون معظم الإثنيات في العالم موجودة في سوريا. تكي دستك من هسترتك ورزوية تينادت جاب إثني كتري سوطة في سوريا. وما زال حتى الآن يوجد ناس لا يعبدون الله في سوريا. في سوريا دو كنت سيشتنا مريدي كتري نبير جيف بوها. Ne mislim ateisti, ali to jsou jako ještě před nebeskými náboženství. Lahum rumuzahum, wa ya'budun ash-shams wa al-qamar wa ya'budun pořád uctívají slunce a měsíce a podobně. Hadhihi Suriya. Tohle je Sýrie. Suriya al-Almaniya, Suriya al-Muwahhada. Sjednocená sekulární Sýrie. Lidalik tam istihdaf Suriya min qibal jama'at al-Qa'ida. Proto سيريا ترجم أوتوكو والدسكوبين الكامل. وتقوم فرنسا وبريطانيا بدعم الأنظمة في السعودية وقطر على حساب مبادئها وقيمها. نأكر يجيخ برينسيب وأزاسات بطبوري تكو رجيم كي سعود عربي أكتر. وهذه الدول التي لا تسمع بحقوق الإنسان وإذا سمعت فأنها يغمى عليها. نسليشي أو لتسكا برابا. دي بيس أوتو سبيشي ريانو دي بيس تزمين أو لتسكا برابا بشدينا تكسي أمدلي. الآن تقوم بدعم ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وني سبيتشكم بطبولو تكزوان الديمقراطية لتسكا برابا في سيريا. وبدعم وتسليح وبإيواء من قبل الحكومة التركية والدول الأخرى أزبروين أفينانسواني توريتسكو فلادو. نحن متأكدون من أننا سننجح في مواجهة هذه الهجمة. سوريا ليست مصر وليست تونس وليست ليبيا. لو تخلى الرئيس بشار الأسد عن مواقفه تجاه الصراع العربي الإسرائيلي لأصبح الإنسان الأول في العالم الذي يهنأ على مواقفه تجاه حقوق الإنسان. Gdyby se býval prezident Bashar Assad řekl svůj stanovisko k otázko-arabsko-izraelského konfliktu, tak by byl prezidentem, který by si těší blahopřán od všech za jeho stanoviska k lidským právům a podobně. الفكر الإصلاحي لسيادة الرئيس بشار الأسد جاء معه في اليوم الأول لقيادته لسوريا. مشلني بريزيدنت بشار الأسد هو دو بروفازيلو اود زاتشاتكو ناستوبو دو فونكسي. لكن المشكلة أننا في منطقة لا تسمح بالإصلاح. البروبليم هي تدي جسمي في أوباستي كترا ندوموري ريفورمي. انتقلنا من حرب العراق إلى حرب لبنان إلى حرب غزة. كل هذه الحروب التي بادو دو العراق وباك دو ليبانون وباك غزة أتيت الشيخني فالكي كتير سديالي كل الناس وكلها سورية كانت في وسطها الشيخني تيدي كونفليكتي سيريا بلا في أهنسكو الشيخ كونفليكتو كتير سيودة هرالي في أهنسكو نحن رفضنا الغزو الأمريكي باسم ستاري بروتي أمريكو إنفازي دو إراك واختلفنا مع أصدقائنا في توم سيليس مليشي رئيس ناشيمي بشاتري أما موقفنا تجاه غزو لبنان فنحن كنا أيضا من العناصر الأساسية لتحقيق انتصارات في لبنان. Co se týká izraelské invaze do Libanonu, my jsme byli jedním z hlavních faktorů, který pomohli k vítězství hnutí odboru v Libanonu. وموقفنا تجاه القضية الفلسطينية معنا شي ستانويسكو فلسطينسكي اوتاستي طبعا نحن لسنا عدوانيين ايضا مي مسمى اغريسورجي نحن نريد حل مشكلة الشرق الاوسط بطرق السلمية جيشيني بروبلم بيسكيو بيخدو ميرو سيستو وفق قرارات الامم المتحدة بوندلي ريزولوسي او اس ان لكن إسرائيل تريد السلام وتريد الأرض. على إسرائيل بروبليم إسرائيل خصي مير خصي زمية. لذلك تعرضت المخيمات الفلسطينية في سوريا لهجمات هؤلاء المجرمين من القاعدة والإخوان المسلمين. زابياك إذا القاعدة تك أتوتشيلينا فلسطينسكي تابوري كتري سوت في سوريا. وقبل اندلاع الأحداث في المخيمات جاءتنا عشرات الوساطات من بعض قادة الدول أنه على الجيش السوري أن لا يهاجم المخيمات الفلسطينية. يا زين لوبوت جي بشتي نش بروبوكلي بوي نا فلسطينسكي تابور يتي دمشق باسم ملي رجادا انترفنسي بو كونتاكتي تي ناس جادالي ابي سيرسكا ارمادا نا بستوبوفالا دو فلسطينس دو فلسطينسكي تابور وكنا نقول لهم من قال لكم اننا
قد يهاجم المخيمات الفلسطينية. فهذه أفكار شيطانية. لأننا لا يمكن أن نقوم بتعريض الشعب الفلسطيني الذي يعاني الكثير من التشرد والنجوم وإدخاله في أطول المعركة في سوريا. بسمه هو بيستوعب دارشي ترابيني برابي هو افتحلي دو كونفليكتو تدي في سيري. لكنهم عندما هاجمت المجموعات المسلحة والقاعدة مخيمات فلسطينيين كل أولئك الذين كانوا يتدخلون لدينا لعدم الهجوم على المخيمات واستئصال العناصر المسلحة لم يتحدثوا بكلمة واحدة حول احتلال المسلحين المخيمات. أفكار دعوزبوين سكوبيني برابي أبصدلي أفتحلي دو فلسطينيين تابرو ти для всіх, які нас контактували, жадали, аби Сирська армада там не вступувала, не слышали ми від них ані одне слово. Ана اتحدث الان عن الاصلاحات لان هذا هو المهم. يا اختي دوي او реформах, проджетей не до. البرنامج السياسي الذي طرحه سيادة الرئيس بشار الاسد. Політичний програм, який преднес президент بتاريخ 6 يناير 2013. وهذا البرنامج يتضمن حل واقعي طالما طالبت به قوى المعارضة لما يجري في سوريا. تطلع انيتياتيفا في بوتساتي ابصاهوالا رئالني جيشيني كتري بجديتسكي اوتو بوجادالي اوبوزيتني سيلي. لكننا فوجئنا بانه قبيل انهاء الخطاب كانت بعض الاصوات في اوروبا والولايات المتحدة ترفض هذا الخطاب. بشتي مش دوكونتشي سوي بروجيب уж били огласы, которые отбитают то, что преднесли своим проектом. لكن ما هو هذا الحل؟ Какие это решение? الحل يقول بأن أي حل في سوريا يجب أن يكون سياسي ويستند على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعلى اتفاق جنيف إعلان جنيف ب30/6/2016. بعد ذلك نتحدث عن مرحلة تمهيدية. لأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى الحوار الوطني والمصالحة الوطنية. في المرحلة التمهيدية يجب أن نوقف جميعا إطلاق النار ووقف العنف. وهذا ما طالب به كوفي عنان وما طالبت به الجمعية العامة الجامعة العربية ومجلس الأمن. بعد ذلك كلفت الحكومة ببدء إجراء اتصالات تمهيدية مع المعارضة من أجل التحضير للحوار الوطني. البلاد بلا بوجينا برافي ابي زاتشالا كونتاكتوا بريبرات كونتاكتي اس اوبوزيسي ك بريبراني فيتريو ديالوغ. في هذه المرحلة يتم ايصال المساعدات الانسانية الى كل السوريين الذين يحتاجون. في بريبراني اوبدوبي بي سي بوستولي هومانيتارني بوموتسي دو تسيلي اوبلاستي سيريا كتري بوتشيبو هومانيتارني بوموتس. اذا لماذا لا يريدون هذا البرنامج السياسي؟ فراتش اني اوبميتاي تاكود بوليتيكي بروجرام. ننتقل الى المرحله الثانيه. دروها ايتابا بروجرام واسميناها المرحله الانتقاليه. باسم تو نازيفالي تبير بريبرامي اوبدوبي ا دروهي بريخودني. يعقد الحوار الوطني. زاكسني ناتسي ستور. لا توجد اي شروط على كل ما سيطرح في هذا الاجتماع في هذا الحوار. اتوم ستوري نمي جادا بودنيكا تسو سي نسمي برافي برويدنافات في تومتو ديالوغو. سنناقش سوريا الديمقراطيه. بودم ديسكوتوات او ديمقراطيتكو سيريا. سنناقش سوريا التي تحترم حقوق الانسان. بودم ديسكوتوات او سوريا تيرا ريسبكتيو ليتسكا برافا. سنناقش كافة القضايا المتعلقة بقانون جديد للانتخابات. أبونا بسكولات ومشكري زاري شتو ستري ستكاي نوفي هو ربيه زاكونا. وهذا مع المعارضة. طيب يكو ديالوكس أوبوزيتي أبشا. وبعد ذلك ننتقل إلى مراحل أخرى. بعد اسمي أبشا كروتشي ويدو تاوشي إتاو. لصياغة ميثاق وطني يتضمن كل ما يتم الاتفاق عليه في الحوار الوطني. نارودني خارتي برافيه.
která odráží vše, na co se dohodlo právě pro během toho dialogu. هذا الميثاق الوطني الذي سيتوصل إليه الحوار سيعرض على الجمهور السوري للاستفتاء عليه. To se domluví tu novou ústavu v podstatě by byla předložena lidem v referendu, aby ji odsouhlasili. بعد ذلك سيتم حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية موسعة ذات صلاحيات واسعة. بعد الاستفتاء. Po referendum by byla rozpuštěna vláda a vytvořena širokospektrální vláda, která realizuje všechny reformy, které se تضم كافة القوى التي تشارك في الحوار الوطني. A vláda bude právě reprezentována všemi zastupci stran, které se podílí na dialogu. والمهمة الأساسية لهذه الحكومة هي تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد لسوريا. سيعرض الدستور الجديد أيضا على الاستفتاء لكي يعرف جمهور شعب سوريا على ماذا اتفق المتحدثون. وفي نهاية هذه المرحلة وبعد انتهاء من اعتماد الدستور الجديد ستجري انتخابات على قاعدة ديمقراطية للبرلمان السوري الجديد. المهم أنه في نهاية هذه المرحلة صندوق الانتخاب هو الذي سيقرر من الذي سيقود سوريا. صندوق الانتخاب هو الذي سيحدد. Volební urna, ona určí, kdo povede Sýrii. Iza limada yerfud haula sanduk al-intikhab. Tak proč tyhle ostatní odmítají volební urnu? Wal jawab huwa annahum yuridun inqilabat kama hadath fi Masr wa Tunis. Otázka odpověď je, že oni chtějí převraty, nikoli přechod, tak jak se stalo v Tunisu, v Libii a ostatní. ولا يريدون حل ديمقراطي للوضع. هم يعرفون أن الرئيس بشار الأسد ما زال يتمتع بأغلبية كبيرة في سوريا. وأنا لا أتحدث لا عن 99 ولا 80%. وسوف لن أقول توقعاتي. لكن بالديمقراطية التي نتحدث عنها 50 زائد 1 معناها الديمقراطية أكثر بسبابين يستطيع 50 بلوس يلين. وأنا أثق بأن الرئيس بشار الأسد سيحصل على أكثر من ذلك بكثير. لذلك التركيز الآن على تنحي السيد الرئيس. وأعتقد أن يعني السيد الرئيس ليس من الذين يتمسكون بالحكم. لكن لا يمكن لشعب سوريا أن يسمح لسيادة الرئيس بالتنحي الآن. سيرسكي لي تاكي ندولي بريزيدنتو بشار الاسد ابي اودشير تيتش. هو رمز وحدة سوريا. اني سيمبول سيدنوت سيرو سيريا. وهو رمز الحل السياسي والعملية الإصلاحية في سوريا. بوليتيسكي هو جيشيني ريفورمي هو بروسيس سوريا. سوف تقع سوريا في خراب ودمار كامل إذا سمح للرئيس بشار الأسد أن يتنحي. ديستركسي خاوسو ديستي بيسيرسكي لي دولي. بقاء السيد الرئيس بشار الأسد بقاؤه أصبح مطلب جماهيري حتى لا تخرب سوريا وتنتهي سوريا. يهو ستربانة فونكسيا برافي توي ليدوفي ليدوفو فولي أبي سوريا نيبادلا دو ديستركسيا. من سيقود الجيش؟ من سيقود أجهزة الأمن؟ من سيقود الشعب؟ إلا من خلال عملية ديمقراطية توصلنا إلى صندوق الانتخاب والرئيس بشار الأسد هو المؤمن الأول بصندوق الانتخاب. Kdy bychom nepovedli tento pohyb právě demokratickým způsobem směrem volebním urnám a prezident Assad právě věří, že řešení může být jen ve volebních urnách. المرحلة الثالثة třetí etapa. تبدأ بحكومة جديدة على نتائج الانتخابات وصندوق الانتخاب. تكون مهمتها بشكل أساسي نسميها حكومة الاستقرار.
můžeme si je představit jako vláda stabilizace. Mohmete asasi je tahrir musalaha al-watani. Je realizovat národní usmíření. Wa i'adat al-a'mar. Přestavit nebo وتعويض على الاراضي rekonstruovat co to bylo zničeno. Wa mumarasat mahamiha al-hukuma daima. Dát náhradu těm, kteří o něco přišli a vůbec provádět její معرفة الموقف حقيقة ما يجري والأمور السياسية والنظرة والرؤية والحوار والشغلات بعدين عنده اللي عنده أسئلة سؤال يسأل حضرتك الكريم أهلا وسهلا يمكن عودتنا من موسكو صباح هذا اليوم تجعل لأخبار زيارة موسكو أولوية على Možná náš návrat z Moskvy by asi dával jako prioritu zprávy z Moskvy na ostatní učitelnou formu. Lekin qabl dalek, ale předtím, جانب يتعلق ايضا بالموقف التشيكي بشكل عام مما يجري في سوريا. Ale stručně, co se týká české stanovisko k tomu obecně, co se děje tady v Sýrii. انا اشعر من خلال متابعتي للتطورات يا سلدواني برافي فهم تشيكي لما يجري في سوريا تشيكي خاطاني توتسو سدي في سوريا يعكس ادراك كامل راجي لحقيقة الهجمة على سوريا سيلكو بوزناني اوتوكو في سوريا واضح يعني يسني السفارة في له دور أساسي في جاي تشيسكي زاستبتلسكي أرجع تدي ما هلامي رولي افتون سواء كان على مستوى القيادة أو على المستوى الشارع العام في جمهورية تشيكي يكون أدراجي نا نازو يسلي ودني تشيسكي ربوبليكي نمو ودني تشيسكو فيجينوس في سوريا في يعني أكثر البلدان اللي كانت سوريا قريبة منها لم تتحلى بهذا الوعي الدقيق فيما يجري في سوريا كما هي الحال في جمهورية تشيكيا. Nebyli právě tak objektivní k události v Sýrii, tak jak je Česká republika. Vnímáme si, že je skutečný chápání to, co se děje tady. A média také právě reflektuje ten obraz přesně. لا يمكن لأحد أن يتصور أن أوروبا الآن في معظم دولها تقف إلى جانب القاعدة والإرهاب. نيدو سينو جي بريتستافي تيج أوروبا سكورا فيتشينا يي ستاتي ستوي نا ستراني تيروريزمو ا ستركتور القاعدة. بل ويقدم الدعم والإرهاب للإرهابيين من الكثير من الدول الأوروبية. نافيتس يي بوسكيبتو بوتبورا تيروريزمو زجادة إفروبسكي ستاتو نحن الآن الهجمة التي نواجهها هي تحالف ما بين القاعدة وحكومات مثل الحكومة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا تشاومي تشاومي تشكوم يقارس برافي بسكوتيش نستيمي زي القاعدة أفلادي يقين في إيطاليا أو في فرنسا ونحن نتفهم الأطماع الاستعمارية في المنطقة لكننا لا نتفهم هذا التحالف غير المقدس ما بين دول تدعي أنها ديمقراطية تيكوستاتو بوتشي أوبلاستي أنا نتخبني تصراتو كواليسي مزي تدلي ستاتي أعتقد بزراني تروريستيسكي أورغانيزاتي قد يقول البعض بأن الأحداث في سوريا ابتدأت سريا زتشالي ونحن كنا نحاول أن نعطي مثل هذا الانطباع بشكل خاطئ A my jsme mysleli, nebo my jsme se snažili umilně reflektovat to, nebo ten dojem. منذ اندلاع الأحداث وخاصة في محافظتي في درعا. Od té doby, kdy začaly události, zvlášť v něm okresu, odkud já pocházím z درعا. كانت أحداث ذات طابع عنيف. Tyhle události se staly násilného charakteru. وكان محضر لها بشكل هائل ودقيق ايضا لكي تعطي هذه الصوره. ابي ادرازلي ابراز جيتو سو ميروفي ميروفي بروتستي. يمكن ان تزوروا درعا وتطلعوا من الاطفال الذين ادعوا ان اجهزه الامن
قامت بتعذيبهم وتقليع أظافرهم. كيش بيستمون لو بيستمون نفسي بالدرعة سبكات سديت ما كتري برابي جيكالي جي تايني سلوشبي موتشيري. لكي تتعرفوا أن هذا لم يحدث على الأطلاق. أبست بودني خستشيري جي طويلة بالكاليش جي ستوني ستال. طبعا أنا عشت يعني تطورات وأحداث الثورة التشيكية. ياسن بروجي أزاجي جسدي بشيخاخ سميتو ريفولوسي في تشيسكي. لكن الكذب والتدلي الكذب والتهويل الذي يتم في الحالة السورية لا سابق له في تاريخ العالم. سبارشواني ليش كتري دو بروفازي ودروسي في سوريا لما أبدو في هيستوري. ونحن من الناس في اتحاد طلاب العالم رحنا زرنا الطلاب اللي كانوا متصلين بالجامعة. بالتحقيق أستنبول سوريا نزرابي مستوى ستودنستا نسمينا في شتيبلي ستودنتي كتري سيبوديني لنا ريفولوسي في تشيخاخ. أنا زرت جامعة كارل الرابع والتقيت مع الطلبة وشجعناهم على أن تكون مرحلة التحول مرحلة هادئة وسياسية. بروفاني رجالين أبي شخدوا الأبدوبي بيروفي أبوليتيتسكي شخدوا الأبدوبي. وبالمناسبة كل الشعارات التي أطلقت على ما يسمى بالثورة في سوريا كانت شعارات مزيفة. لا في مجال حقوق الإنسان ولا في مجال الديمقراطية. لأن من كان يدعم هذا التحرك هي السعودية وقطر. ومن جانب آخر الحكومة التركية. وهي حكومة إخوان مسلمين. توريتسكا فلادا هي فلادا مسلمسكي أوبراتورستفا. كنا نحاول دائما أن نثني الحكومة التركية عن متابعة نهج الاستفزاز لسوريا. وخاصة في فترة العلاقات المتطورة بين سوريا وتركيا. وعندما كنا نسأل سيادة الرئيس بشار الأسد لاحقا لماذا انقلبت هذه العلاقة؟ Proce otočili Turci takovým způsobem. فقال لنا وهو حزين جدا. رجعنا أبي بليت سمتني. بأن أردوغان كان دائما وفي كل زيارة يطلب منه تنشيط مجموعات الإخوان المسلمين في سوريا. رجعنا نجي أردوغان. كحزين. بجدتك بيهم يهو نافتي بسيرة بجدتك هو جاد على أصولني أبي بولي أكتيفات أكتيفيتي سكوبينا مسلمسكو براترستو تدي في سوريا أبي يم بولي أكتيفيتي. قبل أن نكمل ماذا يمكن أن نقدم لكم؟ مش بقاشين صوبا مجنبي. شاي قهوة زبونة. كافي. شاي نبو كافي نبو هرجمانك. الحكومة الحالية كلفت بمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي. من أي بلادة تشكل ماذا أقول برافي رياليزاتسي تهو بوليتسكي. أنا أثق أنكم في اللقاء مع الوزير عمران الزابي شرح لكم القرارات التي اتخذت. بالسماح لكل المعارضة الوطنية التي تريد التأثير شطب أي قضايا سياسية أو تعلق بمنع أو أمنية يمكن أن يأتوا ويقيموا في سوريا ويخرجوا من سوريا مثل أي مواطن وبضمانات كافية من الحكومة السورية. القرارات الأخرى تتعلق أيضا بتكليف بعض وزراء الحكومة بالاتصال مع المعارضة. وأجراء اتصالات مع المهجرين داخل وخارج سوريا لإعادتهم إلى أماكن سكنهم ودون أي مساءلات أيضا. آسف إذا تأخرت شوية يعني وددت أن أعطيكم صورة بانورامية حول أهم التطورات ناشي بنيماني نبوناشي بديني وأنا أرحب بأي أسئلة أيها بيخ 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 بيخ
Já bych tady se zeptal na to, co jste na začátku předeslal, že by bylo zajímavé zjistit, co se odehrálo při vašem setkání Moskvy s Lavrovem. Jestli máte pocit, že se osud Sýrie rozhodne mimo Sýrii, že to je na velmocích, jak se domluví, nebo... لا أنا لا توجد لدي أي أوهام يعني ما بجدني لأن روسيا الاتحادية تؤمن بأن من يجب أن يحل مشاكل سوريا هم السوريون وبقيادة سورية فيرجي جي كدو نايدي رشيني سيرسكي فيتسي نبو نخازني سيرسكي رشيني في ركاح سيرجانو أبود سيرسكين فيدين طبعا هذا لا يعني انه لا توجد اطماع لدى الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وبريطانيا كما ذكرت ميسو خوتي او ستاتو لك فرنسا بريطانيا واسبانيا ستاتي وتشيلي اكس اوبد لا زاتشاتي لذلك مصير سوريا يجب ان يحدد من قبل ابناء سوريا بروتو اوسو سيري سي موسي اورتيت برافي فروكاخ ما هو الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي ان يقوم رولي موجي هرات ميزيرابي سبورتشينستي أهم شيء هو أن يوقف المجتمع الدولي التدخل في الشؤون الداخلية أن يمنع تصدير السلاح والإرهابيين وإيواء الإرهابيين إلى سوريا ما تقوم به تركيا يؤهلها لتكون أول دولة على قائمة الدول الداعمة للإرهاب. تصدر تركيا جي بتراوي ببلا نبرم ميستي على ليستي ستاتي كتير بحبوا لذلك نريد من المجتمع الدولي أن يساعد في وقف تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا ورد الدول التي تقوم بتقديم هذا زبراني أتلوسكا دو سوريا بشنوتي تستاتي أبي تبدأ بشستالي ديرا موسكو أنا تحدثت أنه موسكو حقيقة لو كان لديها مصالح Moskva je sindikát, kdyby skutečně Moskva měla zájmy v Sýrii. Lekana lvoda fi Sýrii, yani ghair man ra la. Kdyby Rusko se chovalo kvůli svým zájmům v Sýrii, tak situace by byla tady v Sýrii. Lenna aqal masalih li Rusiya fi mantaqat al-sharq al-awsat hiya fi Sýrii. Protože nejmenší zájmy pro Rusko tady v oblasti Blízkého východu je tady v Sýrii. Wa ya'rud alayhim ta'rud alayhim ba'd ad-dawl مليارات من الدولارات من الاستثمارات وكل رسوم برافي انفستيتسي بمليارده ابي يودرادي ويستمسكو كسيري وتعرفون ما يمكن ان تقدم قطر والسعوديه والكويت ودول الخليج كوليك موجي بوسكيتنو قطر السعوديه العربية وساتني والارهابيون في ليبيا تبدا تيرورست تشكون في ليبيا لذلك اكثر ما نقدر نحن في موقف الاتحاد الروسي هو هذه المبدئيه jako vážíme na ruské stanovisko je jeho principiálnost. Voleulá, lekan nizam al-alam al-an fi tawr al-inhiyar. Kdyby nebylo Rusko měli takové stanoviska, takové zásady, tak mezinárodní řád by byl tečkom poničen nebo spadl. Jak vypadá současná situace zahraničně politická pro Sýrii, protože narážím například na výrok ministra zahraničí Velké Británie Hague, že pro něj je partnerem už jen opozice a nepovažuje vládu Syrskou. William Hague z Velké Británie, že považuje za partnera už opozici a ne syrskou vládu. Jestli se něco změnilo v té věci? شريكه هو المعارض السوري وليس الحكومة السورية إذا حصل تغيير في هذه المواقف نحن نهنئ يعني ويليام هيغ على هذه الشراكة مين بلاهم بشينو هيغوفي ذاته ولا نريد لا الآن ولا في المستقبل شريكا لنا أمي نختم أبي اسمه بيلي بارتنر برو ويليام هيغ أنا تيتش أمي بودو تصنصتي لأنه بريطانيا وهذه الحكومة بالذات ارتكبت جرائم ضد شعوب المنطقة لم ترتكبها أي دول أخرى اسبحالي
kriminální činy vůči lidi v této oblasti, které nedělá nikdo jiný. ويشرفه أن يكون شركاؤه من الإرهابيين والقاعدة. يسلي هو كشي أبي هو بارتنري بلي تيرويستي أز سكوبين القاعدة. وهذا يكفي. يسلي برمي هو توي تشسني تك تو يومو ستاچي. Že se to nemění se to k lepšímu zatím. لا ترى حسوما سان في تغيير نحو يعني في تغيير في من حاز المواقع. هؤلاء هم مرتبطون بسيد واحد هو الذي يعطيهم التعليمات. أني بشيخني برافي بودلي هاي يدومو بانوفي كتري لذلك أنا لا أحترمه. عندما زرت بريطانيا قبل عدة سنوات أعطاني كتاب ضخم له. وموقع كهدية لي منه. لكنني أفكر برميه في القمامة. My name is Teresa Spencerová and I'm from Literární noviny. You maybe remember Literární noviny. Absolutely. Yeah, weekly, fantastic weekly. You know, I mentioned during these 2 days of meetings with high officials of the government that you considered here in Syria. No, počkej, ty budeš překládat zase. You considered Arab Spring in Syria, in Tunisia and in Egypt, like in a negative way, you know, that in Misr no one knows what will happen, in Tunisia no one knows what will happen. Does it mean that from your point of view, the previous dictatorships were at least shall we call it better or more, how to say, balanced or stability for the region, for the region? Absolutely not. After the Camp David Accords, there were no relations between Syria and Egypt. So we were unhappy with the government of President Mubarak. We were not at good terms with the, and we were supporting the legitimate rights of the Egyptian people for democracy. I'm not speaking about the struggle of the Egyptian people for democracy, something which we supported for a long time since the Camp David Accords. And we had excellent relations with all these forces. But now the Muslim Brotherhood, who came to the revolution during the last 3-4 days before the collapse of the regime, are controlling the revolution. And you see the reaction by the Egyptian people. So we are with the Egyptian people, we are not, with those who have jumped over these moves by the Egyptian people. And this is what we always, make our, as our official position. In Tunisia, also, Hezbollah has also jumped to these developments, not from the beginning. In fact, the Tunisian people led the uprising against the former regime. We did not have the best of relations with Zain al-Abidin bin Ali. But we are not happy also over the control of the Muslim Brotherhood of these developments in Tunisia. In Libya, it's absolutely chaos, khalas. There is no Libya nowadays. Each city, each village, each place has its own gangs, killing people, mutilating people, using the revolution as a cover for their terrorist actions and supporting terrorists in Africa and all over the world with all these kinds of weapons that the former regime of Muammar al-Qaddafi was having. So we are with the people, but we are not with these governments who have no legitimacy to lead the peoples of these countries. May I ask you for a reaction? Last week or maybe 5 days ago, there was a report about Israeli government gave the permission to some private company to start oil drilling on the Golan Heights on Syrian territory. Of course, this is a joke.
a serious joke. Israeli policies and intentions are very well known. What I can assure you is that the Golan, until the last centimeter of the June 1967 border, will be returned to Syria, whatever they will do there. So they are fooling themselves. They are not fooling the international legitimacy. In the Security Council, Resolution, I think, 497, ensures that Syria, that this is occupied land and it should go back to Syria. So we know what we are doing, but the international community has to make Israel accountable for its crimes and support for these armed groups and terrorist groups. Yeah, should make responsible, but yes. Till now nothing's happened like this. And it will happen sooner or later. Sooner or later. Sooner or later, it will happen. Inshallah. This is our land. Yeah. And so, do you think that there will be some breakthrough for the Syrian situation during the Russian-American summit in March? I don't want to prejudge. these are two superpowers. We know the Russian position. We know there are certain changes within the American administration. We hope that finally the United States come to repair its mistakes, its grave mistakes in the Middle East, because now it is supporting governments like that in Qatar or in Saudi Arabia, giving up all its democratic principles and respect over human rights. At least we are a million times better than those governments if they want really improvement in the situation of human rights. So this is not the case. I don't want to say how this administration will be thinking in the forthcoming days or weeks. But what we hope is that this disaster the United States has caused in the region will be a good lesson for them, because they must know that the repercussions of such a situation will definitely be reflected negatively on U.S. interests in the entire region. And the people will lose confidence in the United States. So we hope they will change. And then they come to support the political program put forward by President Assad to solve the crisis in Syria. Because this is, as we think, is the only way. And in more general way, do you think that Russian and Chinese stance regarding the Syrian problem reflects some kind of new rules of the game in the international arena? Definitely, yes. Yeah, that the world is really changing in this way? It depends on what will happen in Syria. Yeah, because China and Russia, they are just refusing to let the foreign intervention yes, and so on and so on. But so they are not controlling the agenda. This is a reality. The Russians are speaking all the time about it. But what the Russians will do is that they will not give legitimacy for any intervention in the internal affairs of Syria, as happened in the case of Libya. So this is what they are determined to do, both of them. Thank you. Well, maybe I would have another question. How would you define the current relations between the Republic of Iran and the Syrian Republic? It is a very good relationship. It is strategic. It is based on the interests and the principles of both countries. We don't interfere in their internal affairs. They don't interfere in our internal affairs. So we are enjoying a real kind of relationship that is based on international legitimacy, on laws, and that both countries have joint interests for which they are ready to deepen this relationship between the two countries and move forward. I have never felt Iran is interfering in the internal affairs of Syria. There is a security cooperation from 2006 between the two countries. Yes. Is there any chance that Iran would be drawn into the conflict by
for an intervention that would happen? Iran has no interest, I mean, to be drawn into such a conflict. But once the situation deteriorates and we see, I mean, direct intervention from, I mean, the UK, France, Turkey, and others, then this will be reflected not only on Syria, but it will be reflected on Lebanon, Jordan, Iraq, and beyond the region. So it will be chaos everywhere. We don't want to single Iran as the party that will suffer first. But Iran is also an active player in the affairs of the region, and we think when such a thing happens in one of the most complicated and sensitive areas in Syria, then we think this will not spare anybody. Thank you. So, may I ask last question? There is a lot of discussions about the future of possible Kurdistan or something like this, because there is a quite independent Kurdish areas in Iraq. You know, this is Mr. Bashar Assad gave some kind of autonomy, if I can call it like this. I don't want to. I mean, to what was in my head. يعني ما بدي اعطي تاملات او شو هي؟ I don't want to speculate. Yeah. Yes, I don't want to speculate. The issue is very sensitive. We believe the countries should keep with their territorial integrity, and this is one of the main issues that come with each draft resolution by the United Nations Security Council, the preservation of the territorial integrity of the country. So I hope people make the lessons they can understand. But of course, within the framework of the general reforms, we think the Syrian people should be more united, including one of the important components of the Syrian people, which is the Kurdish, Syrian Kurdish citizens, or Syrians from Kurdish origin. Okay, sure. Most welcome. Děkujeme moc krát za přijetí. But of course, I mean, these are directed against certain pockets by the armed groups. I mean, don't believe it is targeting civilians or anybody, or to empty places to tell them not to do anything. So frightening. We are starting to get used to it, you know. Yes. That's why we are not afraid. Tak máš ten diktafon.